واحد بيزنس مان يعني تعد صوابع ايدك بعد ما تسلم عليه عشان هيبيعك اي حاجه عادي ويشتريها منك، مفيش حاجه. ماشي، ده الصغير ولا الكبير؟ ده الصغير. الصغير اه، اصل انا الصغير برضو عندي الحته دي في رهيب يعني ايوه بجد. والتاني هو بقى مع الحيوانات، يعني هو في حته تانية، فده تساله على اي حاجه مش ربينا عندهم شوجر جلايدر وسمك وعصافير. وشوجر جلايدر ده السنجاب المجنن. ايوه عارفه حاجه كده غريبه، الحاجات الترند الجديده اللي طالعه غريبه يعني. كده فده يعني هي بقى بتخليه يعمل حاجات ديزاينز مش عارفه ايه برضو. ماشي. المهم انا وهبه كان عندها فكره، نص الفكره وانا عندي نص الفكره، قعدنا احنا الاثنين اتكلمنا مع بعض من سنه وبدانا نقول ان الموضوع يطلع ازاي شكله. يعني نقدر نقول المبادره بقى لها سنه. مبادرة بقالها سنة. حلو. الفكرة. التحضيرات ماشي. بدأت من شهر 4 لأول إيفنت اللي هو أول بازار اللي كان من 10 أيام. أوكي؟ حلو قوي. فاللي عملناه إيه؟ إنه الموضوع إحنا عايزين ولادنا زي ما أنت بتقول كده قاعدين على السوشيال ميديا طبعًا، مفيش حاجة. أنا بنتي ما كانش عندها سوشيال ميديا لسه، منزلها لها السنة دي. ماشي. تشوف أي حاجة من عندي. بس بنحاول بقى إن إحنا نخلي الوقت بتاعهم إلى حد ما. أي حاجة من عندك على موبايلك. عايزه تيك توك، عايزين نعمل ترندز، عايزين نعمل مش عارفه ايه، نفتح من عندي تيك توك. من وهي صغيره كنا احنا متفقين على الموضوع ده، ان هي ما يبقاش القصه مفتوحه، لان كل اصحابها من وهم صغيرين وهم معاهم سوشيال ميديا بلاتفورمز بقى وايفنتس وفيسبوك وانستجرام كل حاجه ممكن تتخيل. فانا اتكلمت معاها اكتر من مره ان احنا مش هننزل ده. ليه؟ علشان احنا في سن محدد هو اللي انت الاود فيه ان انت تنزلي السوشيال ميديا، عشان ما يحصلش اي حاجه تانية منها، انه في بيبقى ابيوز في ان انت لو حطيتي حاجه ما جالكيش لايكس فهيجي لك ديبرشن. وكان في بقى كذا دوكيومنتري عن القصه دي، قعدت شرحت لها، باخد انا وقت كتير قوي فان انا اقعد اشرح الحاجات دي معاها. فكان اي حاجه عايز تعملها استعمل تيك توك، عايزين نرقص يا مامي مش عارفه ايه، عايزين نعمل ايه، بنعمل ده من عندي وننزله عندي. لحد دي اول سنه انزل لها سوشيال ميديا. بس استيل انت عايز تخلي الاجازه بالنسبه لها حاجه مفيده، والانتاج بتاعها ده تحس ان الموضوع متقدر. فبدا الموضوع بقى ان احنا نوصل ان هو يبقى ليه شكل المبادره كامله. لكذا جزء بقى اللي ممكن هبه تشرح لك هم ايه. هو طيب. كمان بس كان حصل موقف كده مع ابني الصغير. انا لسه كنت هقول لك ايه اللي حصل معاكي علشان يعني حسيت المعاناه عندك، فاهمه يعني راحت لنسمه كمان من الموضوع. هو حبيبي كان بيجمع مصروفه. حلو. وبيروح يشتري بيه حاجات. الصغير. الصغير. اوكي. بيروح يشتري بيه حاجات حلويات وكده، وبعدين قرر يروح يبيعها في المدرسة بس جنب الكانتين. يعني هو كان بيضرب في الكانتين يشوف مثلا حاجة بتتباع في الكانتين بكام، 10 سنين وبيقللها جنيه يعني عن الكانتين. لا يعني مثلا الكيس بتاع الحاجة ب 10 هو بيبيعها بتسعة بس جنب الكانتين. فابتدى ايه؟ فتقفش. هو انا في الاول طبعا انا قلت له، هو يعني انا سبته يعمل الموضوع ده، بس قلت له انت بتعمل الحاجه صح بس في مكان غلط. فهو اتقفش وقلت له خلاص حبيبي احنا هنعمل لك حاجه يعني هنظبطك بس. وكانت فكره بقى ان احنا نعمل بازار ايفنت علشان ينمي فيه بس الحته دي، لان هو اوريدي بيحب قصه البيع والشراء وكده. فده البدايه بس من ولادنا. بعدها المبادره عباره عن ايه بقى؟ خلينا اشرح لك عن المبادره اكتر. المبادرة مش بس بازار، المبادرة ان ولادنا كلهم المنتجين اللي عندهم حاجة بيعملوها بايديهم، سواء كانت الحاجة دي بقى اكسسوريز، كانت تي شيرتس، كانت كوسترز، كانت اي حاجة بتتعمل بايديهم. وولادنا كتير قوي شطار بيعملوا حاجات بايديهم. حلو. ان احنا نديهم مساحة انه يبقوا عاملين زي سمول بروجكت في مكان، فهم واقفين احنا بندي اكسبيرينس ان هو معتمد على ان هو واقف في مكان بيدسبلاي حاجته ازاي، عنده ديدلاين عشان يبقى عنده برودكتس اصلا ان هو يبيعها. حلو. هيسعر، هياخد باقي، هيطلع فلوس، هيعرف نفسه للناس، هيبيع ازاي. فاحنا ادينا للولاد اول بازار متخصص للمنتجات بتاعتهم، فكل واحد فيهم هو اكزيبيتور، هو واقف. طيب. بيبيع حاجته. ده حلو قوي بقى. انا عندي فضول اعرف يعني هل الاطفال يعني كان تفاعلهم معاكم عامل ازاي؟ ما انا عايز اعرف بقى. هنا كانوا هايلين. في اطفال كتير جم الموضوع. احنا يعني اول لما اعلنا عن البازار قفلنا العدد واحنا ما كناش متخيلين اصلا ان احنا هنجيب العدد ده، وناس كتيره زعلانه مننا ان هم ما خدناش ولادهم. مبدئين الولاد ابتدوا يشتغلوا، عملوا زي كامب كده ان هم ما بيناموش عشان في وقت معين في ديدلاين لازم يطلعوا فيه عدد من البرودكتس ان هم يبيعوهم. حلو. بلس بقى ابتدوا يفكروا في حاجات ماركتنج، ابتدوا يعملوا باكجينج. يعني قبل الايفنت بيومين كده ابتدينا نقول لهم حاولوا تعملوا بقى حاجات ريلز او فيديوز علشان
لا لا ابهرونا من الحاجات اللي كانوا بيعملوها افكار خطيره. سؤال بقى ابنك هل ضرب في البازار برضه وباع حاجات اقل؟ حاجه جميله جدا في البازار. انا عايز اعرف مبهر بقى اصل موضوع الكانتين ده انا مش هنساه. انا هقول لك ابني عمل ايه في البازار. عمل ايه؟ يعني هو ابني الكبير مبدئيا قعد عمل ديزاينز الستيكرز ليها علاقه بالحيوانات اللي هو بيحبها. حلو جدا. وكان معايا كمان ابن اخويا فابتدوا يعملوا شيكس وجوس ومشاريب حاجات يبيعوها. حلو. فابني الصغير جاب التكه كده يعني قال لك ايه انا هبيع ميه بجد. الناس بتبقى عطشانه الجو حر فانا هبيع ميه. ده انجح حاجه في اي حته. هم قاعدين يا حبايبي هم قاعدين يهروا يعني هم قعدوا عملوا مجهود بقى وبتاع. هو جاب ميه وحاطط في جردل وفي تلج وعادي اكتر واحد بيع صح؟ طبعا اكتر واحد بيع. منهم بيعدي جنبك يقول لك انت شكلك عطشان انت خلصت ازازه الميه؟ لا هو خد هو ثانيه. بعدين يروح عند الامهات ابنك شكله عطشان فبيحسسها بالذنب بجد. لا هو متابع مين خلص فعلا ميته ولا مين لا. كان عامل مراقب الناس. ما فيش ما شاء الله. هو هو عايز بقى بعلوكم انتوا طيب ولا ما بعلوكمش؟ بعلينا ده يعني. وما كانش معايا فلوس فكه يومها يعني ماليش دعوه. لا لا اديتها له بعدين. طب هو كان مسعرها تمام ولا كان ما حبيبي هو مش واخد بروفيت يعني كبير بس تمام يعني بس اللي هو قدر ان هو يطلع قدر. هو عاوز بقى ايفنت تاني على الاقل اللي صرفه جابه جابه الحمد لله. هو عايز ايفنت تاني بقى علشان يزود عدد الكراتين المايه اللي لا يعني عشان خلص بدري يعني. يعني بصي هي فكره يعني فكره حلوه قوي وحلو ان كمان ان انتوا يعني موضوع بازار ان هم يقفوا في تنظيم. بس هو كان في حاجه تانية على البازار. أيوة انا بقى عايزه اكمل لك بقى. ما انا لسه كنت جاي لك. عشان في ناس بتربطها ان هو تنظيم بازار. تنظيم وتعاملوا مع نقدر نقول مع جمهور او مع ناس من سنهم وناس كبيره طبعا اهالي الاولاد اللي جم. كنت لسه هقول لك بقى ايه اللي بعد كده يعني احنا قلنا بعد ما بيعملوا البازار بيعرضوا الشغل بتاعهم انت بتديهم اكسبيرينس زي ما قلت لك كل واحد اصلا من الولاد بيطلع يعرف نفسه في بدايه الايفنت. الصورة اهو انت بتقولي علشان نبقى برضو عارفين هم ولادي هم ولادنا. دي بنتي ودول ولادي سيف وجميله وانس وزين. ما شاء الله ربنا يحفظهم لكم يا رب يا رب. بعدها بقى بيعملوا ايه بنتي؟ ايوه حبيبه امها. بعدها الولاد كانوا بيطلعوا يعملوا برزنتيشن كل واحد يعرف نفسه. قصه ان انت تطلع وانت في سن صغير طبعا مايك قدام كل الناس وتقول انت اسمك ايه وبتعمل ايه وبتعمله ليه وانت تيبل نمبر كام عشان يجي لك الباقيين فكلهم كانوا بيشجعوا بعض. فاول حاجه انت اصلا عايز تخلي في ثقه في الناس. دي حاجه عظيمه يعني. انا قاعد قدامك اهو كمذيع لو انت هتقولي على السن بتاع 10 سنين و12 سنه والحاجات دي انا هروح استخبى ورا اهلي يعني مش هتكلم. هما في الاول اليوم فعلا كانوا متوترين جدا بس وعلى اخر اليوم كانوا منطلقين وبيتكلموا لانه عملنا اكتيفيتيز على مدار اليوم وزي ما بقول لك بنعلمهم ان هم يعرضوا حاجتهم ومش بس بنقف هنا. سالي شاهين سالي شاهين كانت الجست اوف اونر حلوه جميله يعني بعولها لنا بجد اشتريت من كل الناس يعني قولي تفاصيل ان هي جت وايه اللي حصل. هي خطيره. سالي صاحبتي واحنا علاقتنا كويسه جدا فاول ما قلت لها هي كانت مش اكسايتد يعني سالي انت فاهمه ما بتطلعش من الكوكب الثاني فان هي جينا وسط البلد الايفنت ده كان موضوع كبير. جت وسلمت على كل الولاد ولفت عليهم كلهم واشترت من ثلاث ارباعهم تقريبا. اوكي حلو جدا. جميله برضو بنتي اشترت منها. هي اشترت بجد من كل الولاد ووقفت هي كمان في المايك شجعتهم جدا على ان هم واخدين اصلا الخطوه ان هم يجوا بحاجاتهم ويعرضوها ويتكلموا عن نفسهم وكل الحاجات دي. حلو. الخطوه اللي بعد كده بقى ان احنا بنقدم للولاد كلهم ديسكاونتد ورك شوبس. ليه؟ علشان يطوروا المنتجات بتاعتهم. انا عايزه البازار الجاي او الايفنت الجاي الشغل بتاعهم يبقى احلى لان انت لو بتعمل حاجه ممكن جدا الفينشنج يبقى لسه مش مظبوط. بالظبط. ممكن تعلم حاجه دي اهم حاجه احلى. في ولاد ما كانوش عارفين هما بيحبوا ايه يعني في ولاد يعني عايزين ينزلوا يبيعوا حاجه زي مثلا اخواتهم وقرايبهم بس في نفس الوقت هما مش عارفين هما ممكن يعملوا ايه. فالورك شوبس بقى كانت هتساعدهم نديهم مساحه لده. الورك شوبس هي المرحله اللي بعدها عشان الايفنت اللي جاي كمان نطور فيبقى الموضوع. الورك شوبس يعني هل انت مثلا كنت بتستعينوا بناس متخصصه في حاجات معينه ولا طبعًا. يعني عرفيني برضه مش في يومها مش في كان في كان في حاجات لايف ورك شوب في يومها بس دي كانت لكونتنت كرييشن مثلا. انت عارف كل الولاد عايزين يبقوا انفلونسرز دلوقتي وبلوجرز كده فكنا جايبين ايجنسي متخصصه علمتهم الكونتنت كرييشن وخلتهم يعملوا كاميرا تيست. حلو. وجبنا ناس يلعبوهم رياضه عشان الانرجي ويطلعوا ويلعبوا وحاجات كده. الحاجات دي حصلت على كام يوم؟ لا ده هو يوم واحد يوم ما شاء الله. ايوه ده كان كام ساعه اليوم؟ منت بدانا من الساعه 2 للساعه 9 منت بداتوا من الساعه كام؟ من 2 ل 9 ما شاء الله. بس ده اليوم يعني كان نقدر نقول جدا. وهم على اخر اليوم بقوا كلهم اصحاب. الولاد كلهم بقوا اصحاب كلهم بيلعبوا مع بعض وكلهم مشجعين بعض ف
ما انا بقول لك هي كانت اكسبيرينس. هو انا مش هدفي بيع وشراء ان هنكون ثروه، انا عايزه اديهم اكسبيرينس حلو جدا قويه. وكمان عايزه اقول لك اللي كانوا معانا في التنظيم في اليوم ده كانوا فولنتيرز سنهم اللي هو 15 16. حلو جدا، هم متطوعين. يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع كان كله بيرفكت جدا، كمان الايدج ان هو كلها سن يعني تقولي 10 سنين و12 سنه، وفولنتيرز كمان اللي هم الاورجنايزرز 15 سنه او 16 سنه. فده حلو جدا. طيب هيبقى الايام اللي جايه يعني انتوا عايزين بقى تعملوا ايه؟ ايه اللي احنا نقدر نقول ان المبادره دي هتعمل حاجه جديده او مستمرين ازاي؟ عايز اعرف مبدئيا. هو احنا لازم نعمل سكند اديشن بسرعه جدا، لان الولاد كلهم بيزنوا علينا يعني. هم هتستغلوا فتره الصيف برضه ان احنا يعني في طبعا بقى دلوقتي الورك شوبس اللي احنا عاملينها ديسكاونتد ورك شوبس تبقى الفتره اللي جايه علشان الولاد ياخدوا البرودكت حتى اللي هيعملوها او الحاجات اللي هيتعلموها في الورك شوبس دي وينزلوا بيها في الايفنت اللي بعديه. وبنحاول نعمل كولابوريشن مع اماكن بحيث ان الولاد الكبار شويه ينزلوا تريننج مثلا في وقت الصيف، اجازه الصيف. حلو جدا. بحيث ان هم ينزلوا يحتكوا بقى بال يعني المواعيد سوق العمل يعني يشوف ينزلوا 15 16 سنه كبير شويه. حلو جدا. بصوا يعني انا عايز اقول لكم ان الفكره فكره عظيمه جدا جدا، ونقدر نقول ان هو فعلا اتجاه حلو. ان احنا النهارده بنقول ان اي حد بنشوفه ناجح في حياته، ملتزم، متحمل المسؤوليه، بندعي دايما لاهله، بندعي ان احنا نقول الله هو ده يا باشا في بيت في حاجه حلوه جدا خرج منها. لا بجد بكلمكم بجد، فانا بحييكم بجد والله العظيم على الفكره العظيمه دي، ونتمنى طبعا ان هي نشوفها يعني في كل مصر وفي كل المحافظات. هو احنا ناس كتيره قوي